بسم الله الرحمن الرحيم. الحج الماضي يا شيخ صارت الحملة في الساعة 11 من اليوم الثاني إلى عرفة، فتوقفت السيارات في الساعة 12، فما صارت في الانصراف إلى مزدلفة إلا في الساعة 12 ليلا، فما أدرك هؤلاء الحجاج؟ لا ما فهمت أول سؤال. قل حملة من حملات صاروا من منى في اليوم الثامن الساعة 11، صاروا في منى؟ صاروا من منى الساعة 11 صباحا في التاسع اليوم الثامن التاسع اليوم التاسع. نعم. فما وصلوا إلى عرفة إلا في الساعة 12 ظهرا. ظهرا. نعم. ثم توقفت السيارات إلى الساعة 12 ليلا. نعم. ثم ساروا الساعة 12 ليلا إلى مزدلفة، فما أدرك صلاة الفجر إلا بين عرفة ومزدلفة. لما وصلوا. نعم. فلم يصلوا مزدلفة إلا في الساعة 6 صباحا. لكن لما وصلوا عرفة الساعة 12، هل يمكنهم أن يبقوا نصف ساعة ثم وقفوا في عرفة؟ نصف ساعة. وقفوا غالب اليوم. ها؟ وقفوا من ظهر اليوم التاسع في عرفة. طيب. ثم انصرفوا الساعة 12 ليلا. لماذا تأخر؟ تأخر السير. السيارات واقفة. طيب، يعني ما تمكنوا من الخروج من عرفة؟ ما تمكنوا من المسير وإلا تجهزوا إلا الثاني عشر. عند الغروب، تجهزوا عند الغروب. طيب أقول تجهزوا عند الغروب ولم يتمكنوا من السير إلا الساعة 12. إلا الساعة 12. وساروا من الساعة 12 إلى مزدلفة. نعم. ولم يتمكنوا بناء على السير يعني. نعم. إلا في الساعة 6 صباحا وصلوا إلى مزدلفة. بعض العلماء يرى أن عليهم فدية لأنهم تركوا المبيت في مزدلفة، والذي أرى أنه لا شيء عليهم، لأنها إذا كانت القصة على ما قلت أنت فهم غير مفرطين. لكن يا شيخ رؤية بهذا. ما هي الرؤية؟ رؤية بسيطة، وهي أن أحد الحجاج يعني رأى أن مناد ناداه في الرؤيا وقال لقد أخطأ فلان، لقد أخطأ فلان، لقد أخطأ فلان، حيث لم يقف في مزدلفة أو لم يبيت في مزدلفة. صحيح، هو أخطأ في الأصل لكن أخطأ لعذر. والمرائي المخالفة للشرع ما تعتبر. لكن على كل حال كما قلت لك، بعض العلماء يرى أن عليه فدية نظرا لأنه لم يبت في مزدلفة، ولكني أنا أقول ما دام الرجل لم يحصل من تفريط وعجز فأرجو أن لا يكون عليه شيء، وإن ذبح فهو أفضل. إن ذبح ما في شك أفضل قطع.